معلومات عن خلاف في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الخميس بين وزراء القوات ووزراء التيار الوطني الحر على خلفية خطة الكهرباء ومناقصة استخدام بواخر، ما انعكس سلبا على أجواء الجلسة. ولكن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حصباني يراه اختلافا لا خلافا. ما له خلاف، هو اختلاف بترجمة الآليات الموجودة بس مش أكتر. وعم نشتغل نحن على بالنقاش بمجلس وزراء على أنه نكون حريصين على أولا الإجراءات وقرارات مجلس وزراء تطبق مثل ما هي، على القوانين أن تكون مطبقة بشكل واضح، على الشفافية وعلى خفض الكلفة على الدولة. حصباني طرح في الجلسة ملف الطفل قرار مزرعاني الذي يقبع في مستشفى الجامعة لإجراء الفحوص، إلا أن الملف أجل إلى الجلسة المقبلة، ولا يريد وزير الصحة أن يربط بين ملف الكهرباء وملف كرار. لا، أنا ما بربط هاتنين مع بعض، أكيد ما لهم علاقة. تقدمنا بآلية هلأ على جدول أعمال مجلس الوزراء اللي حصل هالأسبوع هذا، بتحدد كيفية قبول الحالات يلي بدها بحاجة أن تظهر خارج لبنان. للأسف بجلسة مبارح تأجلت هذه النقاش على هالآلية إلى جلسة الأسبوع القادم. وضع الطفل في تحسن وفق والده، لكنه يخشى إخراجه من المستشفى في انتظار نتائج الفحوص الطبية التي أرسلت إلى الخارج. اليوم أحسن، لأنه الصبي يعني هلأ عم يحكي مع أمه، بيلعب، بيعبطها حبيبتي. أنا متخوف أنه الصبي يطلع على البيت، لأنه حسب ما حكوا الصبح أنه الصبي ممكن يطلعوه. أنا بطلب من الوزارة أنه تساعدني بحكمة الصبي أو يغطوا على قليل تكاليف المستشفى حاليا. ما لم يعرفه والد كرار أعلنه وزير الصحة عبر الجديد في آلية تغطية نفقات علاج الطفل. اليوم قدرنا نتواصل مع المستشفى أيضا لحتى قدرنا أمننا الفحوصات اللي عم يجريها كرار على حساب وزارة الصحة، تصير لأنه كلفتها كتير عالية وما بيقدروا يتحملوا أهله، بانتظار نتائج الفحوصات ليتاخذ قرار بعدين إذا ممكن هالعملية حقا أنها تصير بلبنان ولا بحاجة لعلاج بالخارج. بينما يختلف الوزراء في ملفات مرتبطة بصفقات ومناقصات، يعيش هذا الطفل وأسرته أوجاعا لا يمكن وصفها. عسى أن يقروا في الجلسة المقبلة هذا الملف لكي لا تصعق خطة الكهرباء كبد كرار بعدما صعقه المرض. هادي الأمين، قناة الجديد.